السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بشرح موقع الروسي لجمع الروبل وبالضغط على الإعلانات على بركة الله. الموقع اسمه في الوايد، لا أعرف ما هو الاسم جيدا. العمل فيه جدا سهل، هناك إعلانات، يعطيك إعلانات، يمكن أن تعمل عدة ساعات في اليوم، أرباح قليلة، ولكن الموقع لحد الساعة يدفع، وأنا أعمل فيه منذ مدة، لدي أدلة سحب. كيفية العمل، سأقوم ببعض الضغط على بعض الإعلانات وستشاهدون كيفية دخول الأرباح. هنا عندي 19.04 روبل، وبعد عمل جاد ومجتهد أعمل لوحدي هكذا. سنقوم بإعادة هيئة الموقع، وهنا دخلت الأرباح. سنعود نفس العملية هنا، يعني عليك أن تعمل بجوجل كروم لأنه جد سهل. جوجل كروم يمكن ترجمة الموقع إلى جميع اللغات، الفرنسية، الألبان، أنجلي، عربية، فرنسي، المهم أي واحد يفهم اللغة العربية يضع باللغة العربية، إذا كان يفهم اللغة الفرنسية يضع باللغة الفرنسية. الرابط ستجدونه أسفل الفيديو. الموقع لمحبي جمع الروبل، الموقع يدفع على هناك بنوك، كويك، بيرفكت موني، ماستر كارد، فيزا كارد، باير، ادفكاش، اوكي باي والباي بال والبيتكوين، ولكن كما لاحظت هذه جميع البنوك لا يدعمها كلها، يدعم فقط الباير والكويك والاوكي باي. التسجيل سهل جدا، ما عليك فقط الضغط على رابط اسفل الفيديو. وستعمل كيتي، سأريكم كيفية التسجيل. عند الضغط على الرابط، عند الضغط على الرابط ستظهر لكم هذه الواجهة. لا تضغط على كونيكشن، أنا لأني قمت بترجمتها للغة الفرنسية. اضغط هنا اسكريبسيون، يخرج لك الإيميل، كونيكشن، إعادة الإيميل، المود باس، فإعادة المود باس. يجب أن يكون لك أكبر، لقد تقول له لقد قرأت كتاب القوانين المتواجد فيه وأنا أبلغ أكثر من 18 سنة. أضغط انسكريبشن ويقوم بإرسال، سواء لا أتذكر جيدا، لقد كنت مسجل منذ مدة لا أتذكر، هل يرسل لك رسالة ل كيف أقولها، رسالة لتفعيل الحساب أم لا، لا أتذكر. المهم أنت ما عليك سوى الذهاب إلى حسابك وأرى النظر هل وصلتك رسالة. عندما تقوم بتفعيل الحساب تظهر لك هذه الواجهة، وتضغط على هذه وتضع الكاباتشا هكذا، يقول لك اضغط على السيارات هكذا هكذا وفاليدي، وتدخل مباشرة إلى حسابك. أنا لقد شرحت منذ قليل كيفية العمل، والآن سنقوم بالسحب إلى الباير. تضغط وعند وضع تدخل إلى هنا بارامتر أو لا ماي بروفيل، هذا إذا أردت تغيير بعض الأشياء. أما هنا بارامتر الجديد الذي يدخل سيجد هذه هي البنوك التي يدعمها وكذا، مونديكس، أدفكاش والباير، ستجده أنت لأن أنا الباير متواجد فيه منذ مدة ولم أغير أي شيء. تضغط على صورتي وهكذا، تضغط على تلك الكاباتشا، والآن يقول يمكن لك سحب 19.14 روبل. عندي عدة سحوبات 4, 11, 1, 5 إلى الباير، إذا جمعت 1 روبل يمكنك السحب إليه. سأفتح حسابي على الباير وأعود إلى حسابي، وهذا هو حسابي في الباير. بعض الرسائل من الباير لا أعرف، عندي 21.16 روبل على بركة الله. سنقوم بسحب 19.4 روبل أبي، سنقوم بالكاباتشا. أنا أردت أن أوصلها إلى 20 روبل، ولكن أريد أن أجرب السهم مرة أخرى، لقد عملت بجد. فاليدي
ماذا يقول؟ لو المونتو ماكسيموم اي ديبوزي فو بوفي روتري 11 روبل فقط. سنرى. هل سحب ام ما زال؟ سنعيد إعادة الموقع. يقول يمكنك إعادة السحب فقط بعد 23 ساعة، بقي 18.5 روبل. سأعود إلى حسابي في الباير. ها قد وصل السحب 32، كان عندي 21 ووصل السحب والحمد لله. آخر سحب هذا هو، وصول 10.89 روبل. هاي وصلت، هاي في حسابي والحمد لله. دمتم في رعاية الله وحفظه. قبل نهاية الفيديو أرجو من تسجل، من يريد التسجيل فعليه العمل والربح، ومن لم يريد الربح فلا أنصحه بالعمل، لأن هذا الموقع متعب، يجب أن تعمل ولكي تربح، وإن لم تعمل فلن تربح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تبخلون بجمع على الفيديو وتعليق عليه إذا كان أخطأت في أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.